شهر رمضان في العام الثامن من الهجرة، استطاع المسلمون فتح مكة بعد أن انتهكت قريش الهدنة مع المسلمين. ودخل المسلمون من دون المقاومة من مشركي مكة المكرمة. أيها المسلمون، اسمعوا وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ارفقوا بأهل مكة ولا تسيئوا معاملة أحد. وهذه الأصنام ماذا نفعل بها؟ دع أمرها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن يطهر الكعبة من دنس الأصنام. أيها المسلمون، لقد جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. واختار النبي صلى الله عليه وآله لمهمة تكسير الأصنام رجلا لم يسجد للأصنام أبدا، ولا يتجرأ أحد على التعرض إليه بعد تحطيمه الأصنام. وكان ذلك الرجل هو الإمام علي عليه السلام. حمل النبي عليا على كتفه ليحطم الأجزاء العالية من الأصنام. يا قوم، يا أفذاذ قريش، يا من لكم الجولات والصولات، أما منكم رجل ليمنعه من ذلك؟ يا هند، كفى يا هند، ما هذا الذي تقوليه؟ إنه علي بن أبي طالب، من يقدر على مواجهته؟ وبعد أن تم تطهير الكعبة الشريفة من دنس الأصنام، اعتلى بلال سطح الكعبة ورفع الأذان. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. يا معشر قريش، ما ترون إني فاعل بكم؟ نراك فاعل بنا خيرا، إنك أخ كريم وابن أخ كريم. ولأن نبيكم صلى الله عليه وآله نبي الرحمة، عفى عن المشركين الذين آذوه كثيرا. اذهبوا فأنتم الطلقاء. حقا يا محمد، هذه هي أخلاق الأنبياء. إنها حقا أخلاق الأنبياء.